بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور تامر عبد اللطيف، رئيس قسم الإعلام كلية الفنون التطبيقية. يتميز قسم الإعلام في كلية الفنون التطبيقية بأنه أول قسم في الشرق الأوسط تم إنشاؤه لدراسة الإعلام. دراسة الإعلام بتتميز بأنها دراسة فنية بتهتم بالجانب الإبداعي. عشان كده إحنا في قسم الإعلام بيبقى مهمتنا الأساسية هي تخريج مصمم على مستوى عالي جدا من الإبداع والابتكار. بيدرس الطالب في القسم مجموعة من المقررات اللي بتؤهله إنه يكون مبدع، بالإضافة لمجموعة تانية من المقررات اللي ممكن تكون مكملة لجانب الإبداع وجانب التصميم، وهي الجانب التكنولوجي. بالإضافة لإنه الطالب بيقوم بالتدريب في وكالات الإعلام والمطابع والشركات طوال فترة دراسته في الكلية عشان يكون مرتبط بسوق العمل بشكل كبير. القسم كمان بيتميز بمجموعة كبيرة جدا من أعضاء هيئة التدريس اللي عندهم خبرة كبيرة جدا، سواء في الجانب الأكاديمي أو حتى في الجانب الفني والجانب التصميمي. كتير من أعضاء هيئة التدريس شهادتهم من جامعات عالمية، جامعات في أوروبا وفي إيطاليا، في ألمانيا، في أمريكا، وكتير منهم بيمارس العمل الفني، بيمارس الرسم، التصوير، الجرافيك، وليهم إسهامات كبيرة جدا في الحركة التشكيلية في مصر. كمان عندنا ميزة مهمة جدا في قسم الإعلام، وهو إنه الدراسات العليا في قسم الإعلام متميزة جدا. هي أول قسم لدراسة الماجستير والدكتوراه على مستوى مصر والشرق الأوسط في الدراسات العليا. عندنا أكثر من 400 رسالة ماجستير ودكتوراه تم إنجازهم، وده ميزة كبيرة جدا. عندنا مكتبة كبيرة جدا تزخر بكثير من الرسائل العلمية والكتب اللي ليها علاقة بالتخصص، ودي ميزة كبيرة جدا في قسم الإعلام، بتدي فرصة للطلبة انهم يطلعوا دايما على كل جديد. بتمنى لحضراتكم دايما التوفيق، وبنرحب دايما بكل من يعني يحب ينتمي الى قسم الإعلام كلية الفنون التطبيقية. السلام عليكم.